ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب الخبير العسكري أديب العلاوي من مدينة إسطنبول تركيا. أهلا بكم أستاذ أديب. أهلا بكم، تحية لكم وتحية للمشاهدين. بعد ارتفاع حصيلة قتل القصف الصهيوني على الميليشيات الموالية لإيران على الحدود العراقية السورية إلى 60 قتيلا، ما حجم أضرار الضربة الأخيرة مقارنة بالضربات السابقة؟ نعم، مساء الخير، تحية لكم وتحية للمشاهدين. يعني دعيني أقول أن هذه يمكن أن تكون الضربة الأولى التي نستطيع أن نقول أنها ضربة جدية، المقصود منها طرد إيران من المنطقة، ولكن كل الضربات السابقة كانت عبارة عن يعني عملية جراحية بسيطة، أو كانت هي عبارة عن ضرب لفائض القوة الموجود لدى الميليشيات الإيرانية الموجودة في المنطقة. إضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك معلومات استخباراتية تقول بأن هناك شحنة من الأسلحة أو تصنيع يعني أسلحة معينة في مراكز الدراسات ومراكز البحوث الموجودة في الأراضي السورية، أو هناك مركز رادار قد تم نصبه من جديد يعني يتم قصفه من قبل الطائرات الإسرائيلية. بمعنى آخر أنها كانت ضربات عبارة عن ضربات يعني فقط للقضاء على فائض القوة، أو دعيني أقول من أصوات الصواريخ التي ممكن أن تؤثر على إسرائيل. لكن هذه الضربة الحقيقة فيها من الجدية، وما يميزها أنها كانت على مساحة واسعة، يعني تقدر بحوالي 130 كيلومتر، يعني جبهة واسعة ضرب فيها عشرات الأهداف، يعني حوالي 30 هدف أعتقد من يعني مراكز التدريب إلى منصات صواريخ ورادار إلى مستودعات ذخيرة. والأهم من ذلك، كان هناك ضربات دقيقة في داخل المباني السكنية في داخل مدينة دير الزور، بمعنى أن هناك ضربات دقيقة للمباني التي يتواجد فيها بعض الضباط الكبار الإيرانيين والسوريين، مثل فرع المخابرات العسكرية، مثل مركز يعني كلية التربية الذي يستخدمه الإيرانيون يعني مقر رئيسي لهم. تم ضرب كل هذه المناطق، وما يميز أيضا هذه الضربة أنها قضت على المستودعات الرئيسية لها الموجودة في غرب دير الزور في منطقة عياج. يعني هذا يؤدي إلى أن نستطيع أن نقول بأن هذه الضربة الأولى التي نستطيع أن نقول بأنها ضربة يعني قوية، يمكن أن تكون رسالة قوية إلى إيران بأنها لا يمكن أن تسمح إسرائيل بتواجد إيران في المنطقة. في هذا السياق، بالحديث عن إسرائيل، إلى أي مدى ساهم التعاون الاستخباراتي الإسرائيلي والأمريكي في نجاح هذه الضربات المختلفة في الشرق السوري، وهذا ما أدى إلى تحديدها العديد من الأهداف، ومنها القيادي في ميليشيا الحشد صالح عبد الأمير القطراني؟ يا سيدتي، التعاون الاستخباراتي الامريكي الاسرائيلي هذا ليس بجديد، يعني وهذه يعني مفروض جديد في سوريا، يعني اقصد حتى التنسيق على الاراضي السوريه هو ليس بجديد، ولكن كان ليس يعني لم يظهر على العلن. يعني دعيني اؤكد على نقطه، ما صرح به الرئيس وزير الخارجيه بايدن في الليله الماضيه بان ايران هي يعني التي تحتضن تنظيم القاعده، كان احد المبررات الرئيسيه لان يعني يكون هناك ينكشف الغطاء على يعني التعاون الاسرائيلي الامريكي على الاراضي السوريه بشكل مفضوح. بمعنى اخر، ان يعني الولايات المتحده الامريكيه هي من يعطي المعلومات، وهي من تعطي الضوء الاخضر لاسرائيل لضرب نقاط هامه ومميزه. النقطه الاخرى، اسرائيل لا يعني اذا اردنا ان نكون واقعيين، اسرائيل لا تريد ضوء اخضر من احد، اسرائيل تقوم بضرب الاهداف التي تؤثر عليها ان شاءت الولايات المتحده الامريكيه او لم تشاء. لكن الولايات المتحده الامريكيه يعني هي اسرائيل ويعني هي ابنتها، وبالتالي لا يمكن ان نقول ان لا يكون هناك تعاون. الاهم من ذلك ان هناك تعاون روسي مع اسرائيل، يعني حتى روسيا انا اعتقد انها تزود يعني اسرائيل والاستخبارات الاسرائيليه بكم كبير من المعلومات، وبالتالي نشاهد ان كل ضربه اسرائيليه اذا كانت هناك قوات روسيه قريبه من المنطقه تنسحب قبل دقائق. وهناك تعاون كبير ومعلن، يعني ليس خفي، بعد اسقاط الطائره الاسرائيليه اصبح هناك خط ساخن
يعني لا يمكن ان يكون هناك هجمات اسرائيليه ودخول الطائرات الاسرائيليه عبر الاراضي السوريه الا ان يكون هناك علم لدى الروس. نعم. وبالتالي انا اقول هناك تعاون امريكي وتعاون روسي ايضا. نعم، ما الخطوره التي يشكلها التواجد الايراني في سوريا وامكانيه تهديد قصف اسرائيلي اقوى من الذي شهدناه اليوم بسبب النشاط الايراني والحديث عن استهداف خط انابيب يساهم في تغذيه المشروع النووي الايراني؟ يا سيدتي، هناك معلومات يعني دائما اقول متضاربه حول هذه النقطه بالذات. يعني انا اعتقد ان هناك تطوير لبعض الاسلحه في مراكز البحوث العلميه الموجوده على الاراضي السوريه، يمكن ان يكون هذه الانابيب يعني هي جزء من 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 من, من يعني الامداد لهذه المشاريع. ولكن ما استطيع ان اقوله بأن المشروع النووي على الأراضي السورية هو أمر يعني ليس بسيطا بهذه السهولة، يعني أن تقوم إيران بإدخال يعني مواد من أجل يعني تطوير أسلحة أو شبه أسلحة نووية على الأراضي السورية، أنا لا أعتقد ذلك، لكن هناك أسلحة هامة وهامة جدا. هذا ما أستطيع. شكرا جزيلا لك الخبير العسكري أديب العلاوي، كنت معنا عبر سكايب من مدينة الريحانية التركية.